أيها الساليك درب الصالحين، يا أخ الإسلام يا ابن الخالدين. أيها الساليك درب الصالحين، يا أخ الإسلام يا ابن الخالدين. قم بنا فالكون مشلول اليقين، قم بنا فالأرض أوحال وطين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هون عليكم يعني الوصف من الرعب، انما انا ابن امرأة كانت تأكل عيش في البيت. ما انا قائلة وصف لي اياك. الحقيقة قسمت هذه المقابلة والمحاورة الى عدة محاور تسالفتها يعني، و وبداية يعني قبل ان نطيل في المقدمات، حبذا لو اخبرتنا عن بطاقة مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فقد دأب اكثر الناس في تعريف انفسهم بذكر الاسم والصفات والحالات الاجتماعية والمدنية والاقتصادية وما يحدث لهم في أعمارهم. معكم أخوكم في الله خالد بن محمد بن سالم بن سعيد العبدلي من سمر الشام المضيبي، من ولاية المضيبي، وأسكن حاليا في الموالح، و قد ولدت في عام أو في 16 من الشهر 8 لعام 98 و300,000 بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يوافقه من العام الميلادي 21/7/78 و900,000 بالميلاد، ومتزوج ولدي 3 من الأطفال، الأول ذكر والثنتان ابنتان الثاني والثالث. حالة الاقتصادية، حالة الاقتصادية الحمد لله، وما بكم من نعمة فمن الله. وكذلك لا أنسى، إن كنت نسيت من قبل، أن الأصل الحقيقي لهذا ولغيره مهما ارتفع ومهما علا ومهما وصل من الشأن والعظمة، فهو من سلالة من طين، بل من ماء مهين حقير، ماء مهين وحقير. ولو حاول وابتكر ووصل من المعلومات ونال من الجوائز، جائزة نوبل ولا جائزة العبقرية أو جائزة ألم نخلقكم من ماء مهين، فإذا يعترف الإنسان بأصله وبأول مادة خلق منها. قبل أن نخوض في حياتك الشخصية، يعني حبذا لو حدثتنا عن جدك. أظن أن كان جدك كان له مواقف مع الإمام الخليلي وعصر الإمام الخليلي، وكان يوم خليلي يعني يلقبه ببعض الألقاب. جدي رحمه الله سالم بن سعيد بن يوسف بن بركات نشأ وترعرع في قريات، ولد هناك، لأن جده يوسف الذي انتقل من منح، لأن العبادلة من هناك، بني عبد الله أو بني عبد الله من منح، كلهم وأغلبهم هناك إلا من خرج من بعد ذلك. فخرج يوسف الذي له إلى الآن عقد في منح يسمى بعقد يوسف، وهو معروف ومتعارف عليه في منح عقد يوسف. خرج هذا إلى قريات وسكن حيل الغاف، وهناك ولد جدي سالم بن سعيد ونشأ فيها وترعرع فيها، وصار بعد ذلك قاضيا للسلطان فيصل بن تركي، و
لما بويع الإمام سالم بن راشد الخروصي رحمه الله انتقل من هناك وذهب لمبايعة الإمام سالم بن راشد، فعينه الإمام قاضيا وواليا على سمد الشان. ثم بعد استشهاد الإمام سالم بن راشد أيضا أثبته الإمام الخليلي رحمه الله في سمد، فتقلد القضاء والولاية في سمد الشان مدة 25 سنة للإمام سالم بن راشد والإمام الخروصي. ولما توفي في سنة 62 أي 1362 للهجرة، بعث الإمام الخليلي رسالة خطية وهي موجودة عندي، وكنت أبحث عنها لأني كنت أسمع آبائي وأعمامي يذكرون بأن الإمام الخليلي أرسل رسالة، وبحثت عنها 10 سنوات، وفي الأخير وجدتها في مقدار الإسلمة هذه الواحد المفصل الواحد من الأصبع هكذا، يعني كبار السن وتاركينها في مكان. فلما فتحتها وجدت كلام الإمام الخليلي من إمام المسلمين محمد بن عبد الله وأحمد بن سلطان وبني رواحة القائمين بحصن النزوة إلى المشايخ الأعزاء الأمجاد العزاز يحيى بن سالم أي عمي، وسليمان وسعيد أيضا من الأعمام، وباقي إخوتهم من بني سالم بسعيد بن يوسف. وصلني كتابكم المعلم بوفاة أخينا الثقة الغيور في ذات الله، فكانت هذه صفة الإمام الخليلي وصفه. فلما قرأت فرحت، يعني أقل شيء من باب الولاية، الثقة الغيور في ذات الله، إذن ويحكم عليه بهذه الأحكام وهذه الأوصاف إمام المسلمين، فجدير بأن يفرح الحفيد أو الإبن بوصف جده أو أحد أسلافه. عادة يعني درج آباؤنا السابقون أو الناس الأولون أن يأخذوا أبناءهم إلى الكتاتيب في المراحل التعليمية الأولى، يعني لدراسة القرآن الكريم ولتعلم أمور القراءة، فحبذا لو حدثتنا عن ذلك قبل دخولك في المدارس الحكومية. كان والدي رحمه الله أيضا يعلم القرآن في منطقة واد عدي، ومنذ الصغر كان يصحبنا معه، نجلس عن يمينه أو عن شماله، والصغير دائما يكون ذا شغب وفوضى، فنذهب ونرى وماذا يحدث هناك، خاصة الذي يلفت الأنظار الضرب وبكاء الآخرين، فيريد الصغير الذي لا يضرب أن ينظر إلى هذه المشاهد يوميا. فكنا نذهب ونجلس هناك، ثم بعد ذلك وسبحان الله، يعني فطرة في الإنسان عندما يكون عند أهله أو عند أقرب الناس أو في قريته لا يتعلم مثل خروجه إلى الخارج، أو عندما يقصد برحلته العلمية إلى العلماء أو إلى أهل الفضل والصلاح وأهل المعرفة ويخرج من وطنه. ولذلك أسلمنا الوالد مع أنه هو الذي كان يعلم القرآن إلى المعلم الموجود الثاني في نفس القرية، وكان معلمي أيضا من الأفاضل الذين لا نزكي على الله أحدا ولكن حسب ما رأيناهم وعشنا معهم، الوالد حمود البرومي، كان هو الذي يعلم القرآن وكنا نتعلم عنده، وبدأنا بقراءة القرآن. وحقيقة لا بد أن نلاحظ دائما في تعليمنا القرآن في المراحل الأولى أن الطالب ما كان يعرف الحروف، كنا نسمع المعلم ونحفظ، ولذلك كنا نقرأ ما نرى المصحف، نطالع المصحف لكن نقرأ من المحفوظ، سورة البقرة سورة آل عمران وهكذا، ويقرأ الصغير وهو يحفظ. وقد جربت ذلك عندما تسلمت المهمة من المدرس
مدرسي هذا أوكلني بتدريس بعض الأولاد، فكنت آخذ المصحف ما أترك وأقول له اقرأ، فأرى يقرأ سورة البقرة لم يدخل المدرسة أو في الصف الأول أو الابتدائي، لأنه هو كان يسمع تلك الصفحة من المعلم ويحفظها مباشرة. يبقى أننا لا نذاكر أو لا نراجع ولا نكرر ولا نستمر على المذاكرة وننسى، وإلا ففي العقل اللاواعي موجود ما حفظناه. وهكذا انظر أي طفل وهو تقرئه أو تدرسه يحفظ ويعلق في ذهنه، يبقى أنه لا يستمر ولا يذاكر ولا يكرر، وهذا هو السبب في نسيانهم لقراءة القرآن. بل تجد أن شخص كان يقرأ القرآن ثم بعد فترة لأنه بدأ يتعلم قراءة الحروف وهو لا يعرف قراءة المصحف، نسي ما حفظه، والآن إذا جاء لقراءة المصحف نقول شيء فرق. هناك فرق ما بين قراءتك الأولى لما كنت في الابتدائية وقراءتك الآن بعد تخرجك من المرحلة الجامعية، لأن هناك كان يحفظ ويتلقى ويقرأ ما تلقاه، وأما الآن تقرأ وهو لا يجيد القراءة. وهذا سر يعرفه من كان في الميدان، وسبب ابتعادنا عن تدريس القرآن الكريم في المجتمع من لا نعرف هذه الحقيقة. ولذلك الله سبحانه وتعالى الأصل يسر هذا القرآن للناس، يسره للناس لأجل الذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهو يسير وسهل. لا كما يدعي كثير من الناس يقول صعب والسورة صعبة وهذا الموضع صعب، ولذلك أنا أتلكأ فيه وهذا الموضع يعني لا أستطيع أن أحفظه لأن الآيات متشابهة، لأننا نحن ما لم ندرس ولم ندرس غيرنا. وهذه حقيقة موجودة في المجتمع. نعم طبعا بسبب يعني كما ذكرت يعني مواقف الصغر وحياة الصغر في هذه المراحل، يعني أكيد هناك كثير من المواقف مواقف شغب وغير شغب يعني في هذه المدارس الابتدائية ومع هؤلاء التفاتيب. حبذا لو ذكرت لنا بعض المواقف التي ما زلت يعني معذرة يمكن قد يكون سأذكر ما يقع، قد يكون وإن كان الصغير غير محاسب وغير مكلف، لكن أذكر ما كان يقع. وأيضا استسمح بعض الإخوان إذا كانوا من أولئك، يعني سبحان الله كان يبث فينا ونحن منذ الصغر إن إذا وجدتم حد بلوشي لا تدعوه. معذرة أنا أقول لإخوة يعني فقط هكذا سبحان الله، وهذا بسبب الشيطان. الشيطان الله سبحانه وتعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فأراد الشيطان أن يفرق هذا الجهد أن تركز على الشيطان، قال لا أنت عندك أعداء واجدين، أولاد عمك أعدائك، أولاد كذا ولاك كذا وهؤلاء كذا وهذه القبيلة كذلك، هل كلهم من أعدائك؟ حتى يجي يقول لك لا هذا هناوية ولا غافرية، انتبه ما تقول مطاوعة ما مطاوعة، لا هل كذلك. فالشيطان يدخل في الإنسان لأجل تفريق الجهد الذي الأصل على الإنسان أن يوظفه. الأصل أن نوظف الجهد العداء للشيطان. الله عز وجل هل قال إن مثلا مثل ما ذكرت إن البلوش لكم عدو؟ أبدا لم يذكر ذلك، بل قال يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال خصومة ما بين الجار وجاري، الجار وجاري معذرة صمانة المقصود. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا يا إخوة. أو هذا أيضا بالجانب الآخر، هم أيضا عندهم هذا الإحساس إن إذا لقيت الله بانفراد. فكان يعني من هذه الأشياء أو هذه الحكايات
كنا اي واحد جو سلم بس شوفه هو هذه في صفجة ينضرب. يوم الايام كنت مصطح يعني كنت مع اخواني الكبار وكنا في الطريق فهم شخصين وكان واحد منهم الاخوة هلا يمشيوا مسكوه ضربوه الى بكى. فسألتهم انا قلت لهم ليش يعني لماذا تضربون هذا الشخص يعني ما لا تعدى عليكم ولا قال اذا شفتوا واحد مثل هذا ضربه بدون كلام. قلت فسبحان الله. وكما ذكرت هذا الشيطان يغرس العداوة في قلوب الناس وحتى تجد في المجتمع يعني يمكن اذا كان ضيف جاء زائر قد يكون من دولة اخرى مجاورة تجد في المدرسة ان الطلاب يجتمعون فقط ايجاد الشغب والفوضى لذلك الضيف يشتت يعني جهد العداوة. الاصل عدو واحد. كم عدو؟ ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ايش لماذا ليكونوا من اصحاب السعير. فهذا الشيطان قال يقول لا يعني انا صح انا عدوكم لكن بعد في غيرهم فلان وفلان وفلان. فنسي الشيطان واتخذ الناس اعداء. هذه كانت واحدة. حتى يوم الأيام جاء واحد وطرق الباب بشدة يعني هم قد يكون شوية نوع ما عندهم شوية بعض المشاغبة فطرق الباب بشدة فخرجت فوجدته قال لي فسألته لماذا قال بس هكذا. قلت له إذن أنا حقيقة أشتهي أن أصارعك لكن بشرط إن ما يكون هنا قدام البيت لأن ما أتهنى في ضربك. يعني أول ما يجي ضربك بيجي حجز الأهل فأحسن نسير خلف السكة وهناك أنا مرتاح. فجاء شخصان منهم فبدأت المعركة. الأول أخذته من رأسه فقلبته على الأرض. فالثاني قال لا خلاص أنا قلت لا أنا لا يكفيني هذا أريد أن تحضر إخوانك كلهم وأنا هنا موجود. هكذا الشيطان يعني سبحان الله. والشيطان دائما يفتخر بنفسه أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فيوسوس في الإنسان الشيطان يحاول أن يوسوس الإنسان أخوه. هو عدو واحد. الأصل عدونا الوحيد هو الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا لا أعداء. وهنا كذلك أيضا المفاخرة والتفاخر ما بين الناس بقوتهم بأموالهم بأجسامهم بمناطقهم وغيرها من زخرف وبهرج وحطام هذه الحياة الدنيا فيتفاخروا بها ويكونوا أو يتصفوا بصفات إبليس والعياذ بالله. هذه بعض المواقف. أما المواقف اللي في المدرسة كانت أيضا للعبرة والاتعاظ. سابقا كان في التربية والتعليم يخلطون ما بين الابتدائي والإعدادي وفي الإعدادي قد يكون واحد يحب العلم كثيرا فيحب التكرار فيكرر كل سنة يكررها يعني يرسم فيرسم سنة أولى سنة ثانية سنة ثالثة. نصادف صف أول إعدادي أو ثاني إعدادي ملتحين كبار ويأتي هذا الصغير ليشرب أول شيء يعني مثل النحل يذهب ليستقي من الثلاجة فتهجم عليها الدبيان. فأول ما يذهب الصغير اللي في الابتدائي يشرب أنا أنظر يعني من الخلف وأنظر إلى الحركة وإلى الفعل يأتي هذا الكبير ويسحبه هكذا يرفعه ويرميه ويشرب. فأقول أنا سبحان الله يعني كان يدعو إلى الاستغراب وإلى التسبيح وذكر الله سبحانه وتعالى. فتعلمت من ذلك الدرس يعني الحمد لله ما وقع لي لكن لما رأيت قد أقول في الخطر القادمة أنا ما لازم أشرب أصلا أشرب في البيت وأصبر أو إن لما يكون ما حد أشرب وأكون ومن لا يكرم نفسه لا يكرمي.
طيب جميل، بما انك دخلت يعني في المدارس الحكوميه، حبذا لو اخبرتنا عن تدرجك او تدرجك في هذه المدارس الحكوميه يا خروج من الثانويه، والنشاطات التي كنت تشترك فيها في المدارس الحكوميه، خاصه ان كثيرا من النشاطات التي يشترك فيها الانسان في المدارس الحكوميه تصقل مواهبه في كثير من الاحيان. بدات المرحله التعليميه في مدرسه وادي عدي، وعشت فيها انا 25 سنه وادي عدي منذ النشاه، يعني ولدت هناك. فدرست المرحله الابتدائيه اللي هي سنه 5 بعد 400 و1000 من الهجره، اي سنه 85 ميلادي بدات الابتدائيه هناك 6 سنوات. وكان من ضمن هذه المراحل اللي شدتني كان معنا مدرس يوصف يعني بالرعب، كنا نسمع قبل ان ندخل المدرسه، فحتى كنا نتمنى ان هذا يروح يذهب من المدرسه، واذا بالمفاجاه انه درسنا. وكان في المرحله الابتدائيه الاول ابتدائي وثاني ابتدائي يدرس النساء، وجانا حظنا نحن لا انه يدرسنا هو هذا الانسان، فكان يحفظنا جدول الضرب، جدول الضرب. والذي يخاف قال احسن انا اكرم نفسي بحفظي لجدول الضرب. فكان احد الاخوه اللي موجود معنا في الفصل تهاون في حفظه ولم يحفظ، يعني واحد ضرب واحد هذا حافظ لنا، 2 ضرب 2 هذا واضح، 2 ضرب 5 هذا يتغلق عليه شوية. فأول يعني مفاجأة معنا في الفصل، أخذه من تلابيبي، من هو كان جالس هنا الولد في الطاولة يمين المدرس، فرفعه هكذا ووضعه في جانب الثاني. اي نعم، فكلهم يعني كانوا يحلقون بسم الله فاتين ثم قال اذا هذا، اذا كان هذا المصير البدائي فايش النهايه؟ ما كنا نعرف. فقال غدا تاتي وانت حافظ. البقيه يحفظون مباشره. الاشكاليه ان هذا الشاب او هذا الولد لم يحفظ، هذا في الابتدائي صف الثالث ابتدائي او الرابع ما حفظ، جاء اليوم الثاني وما حافظ الجدول، فماذا فعل المدرس؟ قال لا، اخذ الطالب ايضا من ملابسه وفتح الشباك ورماه. نعم رمى، نعم الحمد لله ان نحن في طابق ارضي ما في طابق ثاني. روح تولي ورماه ورا، يعني نحن نتوقع ان ذاك في الفصل نحن ما نستطيع ان نتكلم، يعني ان ينظر الواحد منا ماذا حدث لهذاك، ينتظر دوره، لان قد يكون واحد حافظ لكن بسبب هذه الحركه يمكن ينسى المعلومات كلها. فالمفاجاه ان ذلك الولد جاء يطرق الباب وهو يبكي، استاذ اسمح لي ادخل. هذه حقيقه هذا الموقف يدعونا الى الوقفه، ان الولد اذا ربي على ذلك ما لا كما يقول الان بعض التربويين ان الضرب قد يكون يعني يوصل الى درجه من تحطم الطالب، ولا ابدا غير صحيح. هناك اساليب، نعم ما نشجع الان يقول واحد يرمي الاولاد من الشباك، لا، كان المدرس يحترم في الطريق، يفتخر الولد ويقول يا أبي هذا يعلمنا. كان المدرس له هيبة حتى في الشارع، يمكن يوقفون اللعب لمروره، يحترمونه، يتركون يعني ما كان عنده، إذا كان يمشي مع والده يذهب ليصافحه، فكان هناك احترام كبير للمدرس وإجلال وتوقير له، وكان ذلك الاحترام عن
يعني رغبة وإخلاص. وحقيقة هذا المدرس التقيت به قبل 3 أشهر، يعني أنا ظنيت أنه خلاص بيروح في تلك السنوات من الابتدائية، بل درس من هو أكبر مني، فالتقيت به، كنت ألقي محاضرة وحضر هو. بعد ذلك ذهبت لمصافحته وذكرت له ما مضى من القضايا والحكايات، فقال يقول أنا الآن أفتخر لأن أغلب طلابي الآن إن لم أقول الكل إما مدرس للعلم، ذلك الطالب تخرج يدرس رياضيات، الطالب هذا تخرج يدرس رياضيات، فيقول أنا الحمد لله يعني جميع طلابي الآن إما قادة يعني ضباط في العسكرية أو مدير شركة أو إداري كبير أو مدرس، فيقول أفتخر بهذا وأحمد الله سبحانه وتعالى على هذا. أما الآن إذا كان هناك فجوة وهناك بعد ما بين المدرس، بل سخرية من الطالب للمدرس، بل الآن قد تكون هناك نيات أو أفكار من الطلاب يقول ما أريد أكون مدرس، إذا كان فيك حالة المدرس إلى هذه الدرجة من الجبن والاستصغار والاستحقار، يعني يحتقر. كان حقيقة قضية الشدة وأن يكون المدرس له مكانة ومنزلة ويضبط الفصل لابد أن يحترم وأن يقدر، وسيجد جهوده بعد ذلك التي نمر عليها يوما بعد يوم. فكنا ندرس في العامرات المرحلة الإعدادية، الأول إعدادي والثاني إعدادي والثالث إعدادي، وهناك بدأت فكرة أخذ الإذاعة، لأن في الابتدائي أغلب ما يكون فيه ابتسامة وسوالف يعني ما من غير فائدة. في الابتدائية بما أن الشباب في سن المراهقة ويفهمون، انبرت طائفة من الإخوة لأخذ زمام الإذاعة قراءة قرآن أو، فكنا نذكر يعني مسائل، حتى المسائل الفقهية، المسائل الفقهية مثلا أو عقدية، أن كثير من الشباب أو هناك أخطاء يقع فيها كثير من الطلاب في المدرسة عند الاستغراب أو عند التعجب يقول لا إله مثلا، فنذكر هذه المسألة. ثم نعقد أيضا حلقات في المدرسة في تسمى الفسحة، اللي هي الفرصة ما بين الحصة الثالثة والحصة الرابعة، كنا نعقد جلسات وكنا نقرأ كتاب جوابات الإمام جابر بن زيد. وسبب انتقاء جوابات الإمام جابر بن زيد الذي ألفه الشيخ سعيد بن خلف الخروصي أنه سهل والمسألة ما فيها أقوال ولا خلافات ولا يعني تطويل، مباشرة سؤال في 4 كلمات والإجابة في سطر أو أقل من سطر، إلا ما يحتاج إلى الإسهاب فيه، ولا توجد مسألة صفحة. فكان هذه الجلسات تستقطب طلاب إلا من أبى، ومن يأبى؟ الذين يأبون هم الذين تمكن منهم إبليس. كيف تمكن؟ هؤلاء يرمون كان بالفتاة، يعني في الحلقة قد يكون نحن في الفصل، في الفصل تحدث بعض الفوضى والمشاغبة يعني لا يدعونا للمواصلة، فاقترحنا أن نخرج إلى خلف المدرسة وداخل السور المدرسة، وكنا هناك نقرأ. فماذا يفعل هذا؟ هذا يصعد في السطح ويرمي بالفتاك في الوسط حتى يتفرق. وبعد ذلك اقترحنا الخروج إلى سكن المدرسين، هذا في صف أول إعدادي. سكن المدرسين كان يعني السكن مباشر
مع سور المدرسة، فنخرج من الباب ونجلس عند سكن المدرسين وهناك نقرأ لمدة ربع ساعة. البعض منهم كان إلزامي أن يحضر والبقية لاختياري، فكان الأمر في ما بين الإذاعة واستغلال أوقات الفراغ. نعم، هذه الأوقات بدل أن يكون واحد جالس ولا يعرف، لأن كثير من الطلاب في وقت الفسحة تحدث عدة أمور، مفاسد، مشاكسة، عراك، قد تكون أيضا بعض الطلاب سطوا لبعض الحقائب، هذاك رايح يشتري وهذا يفتح الحقائب، فحتى لا يكون مجال للشيطان كنا نعقد مثل هذه الجلسات في المدرسة. جميل حقيقة، يعني هو الحديث عن المدارس يعني حديث يطول، حتى نختصر المقام يعني ننتقل إلى مرحلة التعليم في معهد علوم شرعية. قبل ذلك أنبه بأن مجال المراسلة، من أراد أن يسأل أو أن يبدي رأيه واقتراحه فمجاله مفتوح، سواء كان عبر البريد المحمول أو عن طريق الرسائل الهاتفية، والرقم 923-06169. إعلانة. طيب، مرحلة التعليم في المعهد أولا، متى بدأت تتعلم ومتى انتهيت؟ أنا توقفت عند المرحلة الإعدادية، هذه المدارس هي وزارة التربية والتعليم، أما المرحلة الثانية اللي هي الانتقال إلى المعهد كان من الثانوية، أول ثانوي. وكنت أطمح أن أدرس في الإعدادية في المعاهد، وحاولت قدر استطاعتي وجهدي، وكنت أذكر لبعض المشايخ أن يتوسطوا، وذهبت إلى حتى مدير المعهد فقال لي كلمة وقعت يعني كالثلج في قلبي، قال لعل الخير أنك ما تدرس في المعهد. قلت إن شاء الله. كان هناك الشيخ أحمد، الشيخ مبارك الحراسي، ومعهد اللي هو الإمام جابر بن زيد، كان هناك السلامي، معهد العلوم الإسلامية قبل، سابقا كانت معاهد كثيرة في اللطية وفي الوادي الكبير، المعهد الإسلامي في الوادي الكبير، ولم أدرس فيها، وكنا نزاول نفس النشاط في المدارس. المهم المعهد دخلت فيه، وفقني الله عز وجل وألهمني أن أدخل في هذا المعهد في أول ثانوي، وذلك عندما ذهبت في أول رحلة صف ثاني إعدادي إلى فضيلة الشيخ حمود الصوافي، وسمعت هناك طلاب يذكرون ويثنون على طلاب المعهد، ويعني حتى كنا نذهب في الصف الثاني إعدادي ثالث إعدادي بعض الإخوة في المنطقة يصحبونا إلى المعهد، فكنا نرى المعهد جو ملائكي، يعني الساعة 3 الساعة 2 ما كنت أرى من ينام نهار. قلت موسو يا الله، قالوا التقوا قيام الليل، يصلون كلهم مصابيح، كلهم يفتحون المصابيح يصلوا قيام الليل، ما شاء الله كيف. فنسير نحن هناك معهم وراء، أقل شيء هناك حتى لو كانت تنعس، المهم واقف معهم. فكنا نذهب للمبيت ليلة ليلتين، نستأذن من الأهل ونذهب إلى السكن الداخلي، ونجد الإخوة وهم يقومون قيام الليل من الساعة 3، وبل بعض منهم يعني قبل هذا الوقت، وهم من الأوائل في المعهد، يعني ما بين الأمرين قضية العبادة وأيضا التفوق في الدراسة، سواء يقرأ هو العلوم الخارجية الفقهية النحوية أو غيرها، لكن أيضا هناك تفوق كبير في الدراسة، بل هم الأوائل الذي يجمع ما بين الأمرين. طيب، يعني أول شيء متى سنة دخولك المعهد؟
في أي سنة؟ 96 سنة 96 أو 97. طيب ما سبب الدخول؟ مثل ما ذكرت سابقا كنت ذهبت إلى فضيلة المربي الشيخ الجليل حمود بن حميد صوافي حفظه الله، وكنت في الصف الثاني الإعدادي في الإجازة، فسمعت الطلاب وكان أغلب الطلاب من المعهد فيذكرون عن المعهد والفضائل والمشايخ وأهل العلم، وكان هناك ترغيب، ولذلك من لم يحصل على مقعد لعله يبكي لأنه هو يستطيع، عنده درجة تؤهله في الجامعة وعنده درجة تؤهله في كليات، لكن كانت المنافسة ما بين الطلاب للدخول في المعهد. طيب يعني والسبب وجود مشايخ كانوا يدرسون، ونحن لا نهضم حقهم، يعني المشايخ موجودين والحمد لله، يعني المشايخ موجودون، لكن الذين عاصروا الإمام الخليلي أو من طلبة الإمام الخليلي كانوا يدرسون في المعهد، والحقنا إلى بعض منهم. مثال الشيخ سعيد الذي كان يدرسنا الجوهر وفقه النظم والميراث، كان يدرسنا في الثانوية كشف الغوامض يدرسنا الميراث، وكذلك من فقه النظم كان يدرسنا من جوهر النظام، مع أنه موجود مقرر من مقررات المعهد. طيب أنت كنت تقطن في سكن المعهد ولا في السكن الخارجي؟ نعم، بين المنزل الذي أسكن فيه في وادي عدي، ويعني ما يتجاوز 4 كيلو، لكن كنت أسكن في السكن الداخلي، لأن السكن الداخلي معقل للعلم أو مكان مرتع لطالب العلم. سبب وجود المشايخ كانوا المدرسين كانوا يسكنون مع الطلاب في نفس السكن، الدور الأول للمدرسين الدور الأول، وفيه كان فضيلة الشيخ سعيد القنوبي وبعض الإخوة، يمكن من الإخوة الميزابيين أدركوا هذه المرحلة، خاصة الذين تقدمونا في الدراسة. طيب بما أنك دخلت السكن نريد أن نعيش في أجواء السكن، حبذا لو حدثتنا عن يعني وصف عام للسكن الداخلي. طبعا كانت هناك حلق علمية، كانت دروس تقام، كانت أمسيات، كانت مصالحات أدبية، كثير من هذه الأشياء، فما تقييمك للوضع العام السابق لسكن المعهد؟ هو السكن يختلف عن ما قبل، يعني فيما سبق كانوا مشايخ، كان شيخ جابر السعدي، شيخ محمد الشعيلي، شيخ الغاربي، المشايخ الكبار كانوا هم طلبة، فالوضعية كانت تختلف، وكل ما يأتي جيل ينقص المستوى العلمي، لكن من الله سبحانه وتعالى علينا في تلك الفترة أن كان من الإخوة سواء العمانيين أو من الميزابيين من كان ينظر إليهم، يعني يأتي طالب ميزابي ويقول أنا وهو حافظ النونية أبي نصر فتح بن نوح، وحافظ الألفية وحافظ القرآن الكريم عن ظهر قلب، وكان هناك منافسة، هذا جانب الإخوة الميزابيين. والإخوة العمانيون كانوا من الطلاب الشيخ عبد الله بن سعيد المعمري، والأستاذ عبد الله بن عامر العيسري، والشيخ كهلان، وكثير من الدعاة والمشايخ كانوا أيضا موجود من الطلاب معنا، لأن المعهد كان المرحلة الشرعية والمرحلة اللي هي الشرعية اللي أول ثانوي وثاني ثانوي وثالث ثانوي والجامعية، فكل المراحل الثانوية والجامعية وكلهم في السكن الداخلي. سبع سنوات. نعم 7 سنوات تكون، وقد تكون تصاحب بعض الطلاب.
وحقيقة كان جو المعهد أو السكن من يفارقه بعد ذلك أو بعد خروجه لابد أن يهدي المعهد دمعة على أقل تقدير، لأنه كان يعيش في جو يتمنى أن لا يفارقه، المسائل العلمية، المطارحات، المساجلات، الجلسات، كان تعقد حلقات يعني في العقيدة، كان الذي يشرح العقيدة مثلا أو شرح البهجة شيخ كهلان في المطعم، شيخ كهلان يشرح، وكان يعتمد كثيرا على القطب خاصة من كتابي شرح عقيدة التوحيد للقطب، مع أن كانت طبعة السالفة أو القديمة فيها مليئة بالأخطاء والسقطات، يمكن تسقط أوراق ما فقط جمل، وكان يسهب في الحديث، وكان هذه الحلقات برعاية المشايخ، يعني الشيخ سعيد كان يمر على مثل هذه الحلقة، وسماحة الشيخ يمر على الحلقات الموجودة في الجامع، في الجامع عدة حلقات، حلقات في كتاب الوضع، ويحضر سماحة الشيخ مرات، يعني يخرج من المكتب اللي هو يقرأ فيه، يخرج لينظر إلى الطلاب، فقد يكون واحد منهم يشرح من القواعد، ومنهم من يشرح حلقات مثل الأروقة، هذا الرواق فيه العمود أو السارية، يجلس طلاب 15 يقرؤون القواعد، وواحد منهم يشرح الغامض على البقية، أو الوضع، أو التحفة السنية، أو الألفية، ألفية بن مالك، أو ملحة الإعراب، وفي الداخل حلقات العقيدة اللي هي الفصول، الفصول الداخلية، كانت هناك عقيدة 1، 2، 3، وكل واحد يأخذ هذه، وكان هذا بتكاتف مع الشباب، يعني الذين كانوا يلقون يجتمعون بشكل دوري شهري أو في الأسبوعين مرة في الإنجازات وما هي الأعمال. وحقيقة هناك العرقلة الكبيرة هو عدم التنظيم، تنظيم الأوقات، يعني ممكن نحن نمشي في فصل كامل نفس هذا، تأتي الاختبارات لأنه لم ينظم الطلاب أوقاتهم، فلا يعرفون كيفية تدارك المواد أو المقررات أو كيفية المذاكرة أو المحافظة على الجلسات، فينفلت، ولا بد من تجديد، والتجديد يحتاج إلى وقت، يسحب هذا تعال أنت فلان تعال كذا. أما المطارحات الأدبية فهذه كثيرة جدا جدا، يعني الذي كان غير شاعر يستطيع أن يشعر. أذكر كان أحد الدكاترة دائما يسمعنا في الفصل أبيات، يقول قالوا لمسلم فضل، قلت البخاري أعلى، قالوا المكرر فيه، قلت المكرر أحلى، فدائما يذكر هذه الأبيات. وكنا في الفصل مجموعة فكتبت تكملة لهذين البيتين، وعطيت صاحبي اللي جاء يجلس أن لا أكتب الشعر، وبل أمكي كتبت مرة 6 أبيات وبعدها تركته، قلت له مسامح ما أريد لأنه مشغل، إلا من ألهمه الله سبحانه وتعالى ويستطيع بكل سهولة. فقلت في البيت قالوا الجميع لا أصل، أي البخاري ومسلم، قلت الربيع لا أولى، فأعطيته فقرأه، ومن ذلك اليوم الدكتور لم يقرأ تلك ذلك أو البيتين. قالوا الجميع لا أصل، قلت الربيع لا أولى، قلت له اقرأ هذا البيت اقرأ له. وأذكر كان أيضا الإخوة يستغلون أوقاتهم في الوقت قبل ما يجيء الأستاذ، ينتظرون 10 دقائق 5 دقائق كل واحد ينظم، ويمكن بعض الإخوة يعرفون الإخوة الميزابيين لأن تقدمونا كان من الإخوة، كان الأستاذ عبد الله بن عامر أيضا يكتب الشعر، فكتب بيتا
لأحد الإخوة يسمى جمعة البطراني، قال ماذا تقول شيخنا، شيخ أو شيخنا أيضا البطراني دجاجة يذبحها نصراني، وهذا يأتي بالجواب أيضا، ماذا تقول شيخنا البطراني دجاجة يذبحها نصراني، هذا الكلام يعني دجاجة يذبحها نصراني ماذا، ما هو الحكم، فيأتي لك بالجواب. الجواب الإشكالية أن ذيك اليوم أنا مرة سمعت بس هذا البيت ما سمعت الإجابة، فالذي يسمعه هو اللي يطبق، أما اللي ما سمع ما أستطيع أن أقول ما يقول. فيذكرون يعني هكذا مرات الواحد وهو قائم أو وهو يمشي، وكانت قد تكون مسألة واحدة في النحو والسكن كاملا يناقشها. والمرجع في قضية النحو كان دكتور سليم، طالب هو كان، والأستاذ عامر الصبحي، وحضر وكان هناك جلسات معروف، هذه الطابق الثالث يتناقشون النحو في غرفة الأستاذ فلان، والمكان الفلاني عندهم الأدبيات، المكان الفلاني فقه، المكان الطابق الأول هناك شيخ سعيد فتاوى. فمرة حضرنا درس هذا الجلسة عادية يعني يتزاورون طلاب، يتزاورون يذهب هذا ليزور هذا، ما ليجل سوالف أو قضايا أو حكايات، لا يطرحون مسألة في النحو. فمرة دخلنا في النحو وسمعنا النقاش ما بين طلاب الأستاذ سليم والأستاذ عامر، كانوا طلابا، فبدأوا يتناقشون مدة ساعة في المسألة، ونحن بالعماني نحتر عليهم ننظر يعني إيش، وهذا قال وقال الكرمة وقال فقال في الأخير بعد ما ذكر الدكتور سليم بعض الحجج، قال الأستاذ عامر يقول أنا حقيقة أنا ما قرأت لي فيها إلا قليلا ولذلك احتاجها. فكان كل واحد ينظر، وقال حتى الدكتور سليم يقول أنا أيضا أنا ما قرأت إلا قليلا في هذه المسألة. فقلنا يعني في أنفسنا أن الحمد لله أن قرأوا قليلا، وإلا سوف نسهر إلى الفجر وهم يتناقشون. مسألة واحدة ونفس الشاهد، شاهد واحد، وكانوا هكذا إما بيت شعر يتناقشونه أو جملة. وكذلك كان الأساتذة يسعفون، يعني كان من الأساتذة الأستاذ مهني، الشيخ مهني تواجني، وهذا كان الأستاذ حقيقة مجد جدا يعني، وكان ذا همة القراءة، يعني مسألة تعطيه مسألة، يمكن أنت مسألة تريد مسألة ويقول لك غدا إن شاء الله، ويأتي في الغد ويفصل لك المسألة، الأقوال والأدلة. حتى بعض الإخوة كان يحبون أن يأخذوه معهم في الرحلة، سواء رحلة الصيد أو رحلة تنزهية كدعوية، فيأخذونه لأجل المناقشة، لأنه هو دائما يحب أن يسقل الطلاب. ودرسنا الفقه وقرر علينا كتاب الإيضاح، نقرأ يعني هكذا نقص الإيضاح، كتاب الإيضاح نقرأه، ما قال مذكرات، قال ماشي مذكرات ما مذكرات هذه، لا قرأ كتاب بحيث أنك تتذكر المسائل الموجودة هناك وتستطيع أن تعتمد على ذلك من الكتاب، ما تقول مذكرات وبعد ذلك استودع العلم قرطاسا فضيعه وبئس مستودع العلم القراطيس. المذكرات عندك سنة أولى هي مذكراتكم، الكتاب لا، الكتاب ستحافظ عليه وتتركه في البيت، وإذا احتجت ترجع إليه. ففي الاختبار قال سؤال، اذكر المسائل التي ذكرها الشيخ في باب الأذان مع الأدلة. بسم الله الرحمن الرحيم، كيف؟ فرحت بعد الاختبار أقول يا شيخ ها
هذه الأسئلة للعلماء ما للطلاب، تسأل عن كتاب والمسائل التي ذكرها وطرحها والأدلة والمناقشة. قال لأني أريد أن أهيئ علماء، أريد علماء يخرجوا، لا حملت شهادات. يعني الواحد يقول يا الله ناجحين، بعد الحمد لله ناجحين، ناجحين نجحنا، زين بخت إن نجحنا والحظ، لا كان واحد المسائل التي يقرأها ويتعلمها على إنها علم شرعي يستطيع غدا هو أن يعمل بها أو أن يعلم غيره، لأنه يعلم أنه يجب عليه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. وإذا كان ما عنده علم ولا معرفة من أين؟ وإذا كانت نيته لساعتين، هناك شيء يدرسون لساعتين اللي هي ساعة من ساعة 9 إلى 11 اللي هي ساعة الاختبار، والله سبحانه وتعالى يعطيه على حسب نيته أنه يذاكر ويقرأ لأجل الامتحان. نحن كان لا، من الساعة 8 إلى 10 ومنهم إلى 11، فيذاكر لأجل ساعتين، يقرأ المادة لأجل ساعتين، وبعد ذلك لما ينتهي من الاختبار وهم في الطريق قال كيف مو كتبت في المسألة، ماذا كتبت في؟ قال الحمد لله، الحمد لله تخلصنا عادتين، لا تذكرنا، لا تذكرنا، لأنه ما ناوي للعلم للاختبار. الحمد لله افتكينا، افتكينا يا أخي، إذا كانت بغى تفتك ما تدخل، وتفتك أكثر وسوف يفتك بك. إذن أنت تنوي لله عز وجل عندما تقرأ هذه المعلومات لله، حتى الآن المذكرات هذه إذا كان تراها أنها لا تصلح عندكم وجهة نظر، تقول أنا أريد كذا، وسوف يوضح لك أن أنا اعتمدت على الكتاب كذا 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 الفلان، وتجد أن الأستاذ هكذا يعتمد في مذكرته ويشير إلى المعلومة أي موجودة. فإذا أنت تتعلم هذا العلم لله، ومن تعلم العلم لله رزقه الله إياه. وإذا كان تعلم العلم لشهادة أو لساعتين قد يعطى، لكن بعد ذلك بعد ما يتخرج بخمس سنوات تسأله قال نعم نعم درسنا مدخل في التاريخ، مدخل في التفسير، مدخل في البحث في العلم، مدخل يعني أو مادة العقيدة والمدرس فلان. فالحصيلة ما هي؟ عناوين المواد بس، يعني هو يعرف انه دارس مناهج بحث، لكن هيش ما يعرف مناهج بحث، درسه درس المنطق، لكن ماذا المهم درسته المنطق. فاذا هو حصيلته بعد التخرج عناوين المواد، وهذا امر خطير خطير اذا كانت نية الطالب هكذا، وويل لمن يعلم ولم يعمل مرتين.